فيصل جام. عثمان يا فدان شلونك؟ ارحبوا ارحب بسر يا مرحب ارحب يا مرحب ارحب ترى ارحب يا رجال ارحب ارحبوا ارحبوا انتبه الله يعينك الله يعينك وين صحتك؟ والله طفت هالدنيا هالدنيا طفت يا ولد من عقبك يا مرحبا يا العافية يا مرحبا يا صحتك تحرك عاد العقل عليه يا مرحبا ترى نجي وقعت الله يحييك الله يحييك مرحبا الله يحييك يجرب 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 غلاها يا صحتك تبي داري كم بظهر كل يوم وبدخل قبل مدة ثلاثة ابقى شوك 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 بيجيكم بيجيكم مرحبا الف بيض وجه ابو صالح مجلس عامر مرحبا دايما مجلس في بانك للضيف وللطرقي اقعد هاك لا غريب عليكم الله يجعل اخر العشاء بيض وجه ارحب ثم ارحب ابقى يا مرحبا وما يصير الله حي شلونك طيب يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا تصدق اني توني اشوفك بس يا مرحبا يا مرحبا بس عشان اشد من فوق لا لا اشد من فوق عشان تنطالع لك لا لا لك ايش حالك طيب كم يوم تعبان ان شاء الله ايوه كان خليك يا هلي مرحبا يا هلي مرحبا يا لك طيب يا حيد الشوف الحين باقي طول يا هلي مرحبا بك ابشرك وش زي جهز الحياه يا مرحبا بكم يا مرحبا يا مرحبا والله الله الله يا رب اشتحني من البارحه مرحبا قريب ابكي قبل مرحبا مرحبا الله وسهلا مرحبا بك هلا اقول انتم بالثلاث قلت احد ارقد عندي هلا اهلا الله يحييك كيف الحال طيب الله يسلمك عزاكم جميعا كيف الحال طيب ايش فيك عساكم بخير السلامة لا تعبت ولا ندمتوا كيف حالك الله يطول عمرك وش حالك ساكن طيب امورك زينة الله يطول عمرك وش حالك سلام وش حالك ساكن طيب ان شاء الله عزاك عندي شغل والله عندي شغل الله يجزيك خير وش حالك ساكن الله يقبل دعاءك لا والله برسانك برسان الله يقبل دعاءك ويجزاك الله يقبل دعاءك مجدي الله يقبل دعاءك ويجزاكم خير مجدي ما عندي مقام الليله ما اقدر الصابر الله يستر امين كيف الحال ايش حالك يا اسامه امورك زينه كفو انت انت حيد العين هذا العين حش حق هاك يا سبي يا الربع يسلم عليكم ابي اخواني واحد الله يسلمهم من كل شر يسلمك انت وياه الله يسلمك ويسلمهم من الله الله يبارك الله يبارك عشام كلهم طيبين ربوعك طيبين كلهم الله يجعله شو قلنا تونا اذا ممكن عطى 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 مشتاق والله طيب الحمد لله يسلمون عليكم سلام واجد الله يسلمهم من شر ان شاء الله وشلون ابوك يا فيصل ابشرك طيب عسى طيب الحمد لله ونجاك عسى اخوانك كلهم طيبين ابشرك على نعمه ايش هذا؟ حال خير ما شفت لي ناصر في كيس هو مسكر مني وانا مقبل على الرياض يسلم عليك سلام واجد الله يسلمك اعطاني بعض العلوم والشفرات لا لا عشان استخدمها معك افا افا ما يسويها ناصر ما يسويها شوف الثاني ذي لكن انا خبره لبيه ها هنا جاهز في صاقه الله ها بالله يا سيدي ناوي بها من اللي فاز في اليوم فقره